بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم ميس خديجة، الصف الرابع الابتدائي، مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنتكلم على الوحدة الثانية، الدرس الثاني، توزيع السكان على الخريطة. سلايد نمبر 2 بتوضح لنا ازاي السكان على خريطة مصر. طبعا احنا هنقسمها لأربع مناطق. أول منطقة مناطق مزدحمة بالسكان. ايه هي المناطق المزدحمة بالسكان؟ الوادي ودلتا النيل، دي أكثر المناطق فيها عدد سكان كبير. طب اشمعنى دي اللي فيها عدد سكان كبير؟ لأن دي المناطق اللي فيها المياه العذبة والتربة الخصبة اللي بتساعد على قيام الزراعة. فأكثر الأماكن اللي فيها عدد سكان هي الوادي والدلتا، دي مناطق مزدحمة بالسكان. دي أول مكان. المناطق المزدحمة بالسكان هنعرف إن هي بتشتهر بحرفة الزراعة. يبقى المناطق المزدحمة بالسكان إيه هي؟ الوادي والدلتا. بتشتهر بإيه؟ تشتهر بحرفة الزراعة. طيب بيجيلي فيها سؤال بما تفسر، بيقول لي تزداد مناطق الوادي والدلتا بعدد السكان. هقول له بسبب توافر التربة الخصبة والمية العذبة. ده سؤال مهم جدا، بما تفسر ازدياد عدد السكان في الوادي والدلتا؟ هقول له بسبب توافر التربة الخصبة والمية العذبة. طيب ايه هي المناطق متوسطة السكان؟ المناطق متوسطة السكان هي السواحل الساحلية او السهول الساحلية على البحر الاحمر والبحر المتوسط، اللي هي زي مثلا اسكندرية، العين السخنة، شرم الشيخ. دي المناطق الساحلية اللي موجودة على ساحل البحر المتوسط أو ساحل البحر الأحمر. طب المناطق دي تشتهر بحرفة إيه؟ بحرفة صيد الأسماك، لأن هي موجودة على السواحل أو على السهول الساحلية اللي هي البحر المتوسط شمالا والبحر الأحمر شرقا. يبقى احنا خدنا منطقتين، منطقة مزدحمة السكان اللي هي الوادي والدلتا اللي فيها مثلا القاهرة، الجيزة، الفيوم، دي مناطق أو محافظات مزدحمة بالسكان. بتشتهر بإيه المحافظات دي؟ بحرفة الزراعة. طيب ليه مزدحمة أو ليه موجود فيها عدد سكان كبير؟ بسبب توافر حرفة الزراعة وتوافر المياه العذبة والتربة الخصبة اللي ساعدت إن يبقى فيها عدد سكان كبير. طيب تاني منطقة، مناطق متوسطة السكان اللي هي ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر. طيب مناطق قليلة السكان، المناطق قليلة السكان زي ما مكتوب عندي الواحات في الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، دي مناطق صحراوية بس فيها عدد سكان قليل، مش ما فيهاش، لا عدد سكان قليل اللي هم بيقدروا يعيشوا في المناطق دي اللي هي الصحراء الغربية، الواحات وشبه جزيرة سيناء. طب بيعيشوا ازاي في الصحراء؟ بيعيشوا على المياه الجوفية اللي بيطلعوها عن طريق الآبار والعيون، وبيشتهروا بحرفة رعي الأغنام. يبقى تالت منطقة عندي، منطقة قليلة السكان، دي اللي هي الواحات في الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، اللي بتشتهر بإيه المناطق دي؟ تشتهر بحرفة رعي الأغنام، وبيعيشوا على المياه الجوفية اللي موجودة في باطن الأرض. طيب مناطق نادرة السكان، دي ما فيها السكان أصلا، يعني ممكن نلاقي فيها يدوبك 2-3، دي مناطق قليلة جدا أو نادرة، نادرة يعني ما فيها السكان. إيه هي المناطق دي؟ هي المناطق الصحراوية والجبلية، المناطق اللي فيها جبال كتير أكيد السكان مش هيعرفوا يعيشوا فيها. طب ليه؟ عشان طبعا صعوبة الحركة أو صعوبة التنقل من مكان لآخر بسبب وجود الجبال والهضاب، فمش هيبقى فيها سكان. يبقى توزيع السكان على الخريطة بنقسمهم لأربع مناطق، مناطق مزدحمة اللي هي الوادي والدلتا، ومناطق متوسطة السكان اللي هي ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر، ومناطق قليلة السكان اللي هي الواحات البحرية في الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء، والمناطق النادرة اللي هي المناطق الصحراوية والجبلية. ولازم أعرف كل منطقة من دول بتشتهر بإيه. طيب بعد كده في السلايد اللي عندي بتوضح لي الخريطة هي اللي قدامي، طبعا الوادي والدلتا اللي هي باللون الأخضر دي يعني نسبة السكان فيها عالية، وكمان اللون الأخضر ده بيبين لي الزراعة اللي موجودة فيها، فمادام في زراعة يبقى فيها عدد سكان كتير.
طبعا بيقول لي في اول نقطة ان يختلف توزيع السكان في مصر من مكان لاخر. بالظبط صح. ليه؟ لان المناطق اللي فيها الزراعة فيها عدد سكان كتير، والمناطق اللي هي باللون الاصفر دي بيبقى صحراء، يعني عدد السكان فيها بيقل. طيب بيقول لي يوجد علاقة بين تنوع السكان والتضاريس وتنوع الأنشطة الاقتصادية. ازاي؟ تنوع علاقة السكان بالتضاريس، يعني الأماكن اللي فيها تضاريس، تضاريس دي يعني أشكال سطح الأرض اللي هي الجبال والهضاب والتلال. لو هي موجودة يبقى أنا ما فيش سكان عندي في المنطقة دي، لكن لو السطح مستوي وفي زراعة هيبقى فيها عندي سكان كتيرة. وبالتالي تنوع الأنشطة الاقتصادية، إن المناطق المستوية اللي فيها الزراعة دي نشاط اقتصادي فيها عالي اللي هو حرفة الزراعة. طيب المناطق اللي فيها جبال أو هضاب دي ما يبقاش فيها زراعة، ما يبقاش فيها سكان، النشاط الاقتصادي بتاعها بيكون أقل. بعد كده عندنا طبعا الأسئلة في نهاية الدرس، بيقول لي أكمل من مناطق مزدحمة بالسكان زي ما احنا عرفنا الوادي والدلتا، مناطق متوسطة السكان اللي هو ساحل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط. وبيقول لي يعمل سكان الواحات بالزراعة، هي بالزراعة طبعا ورعي الأغنام، لأن في مناطق عندي ممكن أزرع فيها اللي هي الحشائش أو البرسيم والحاجات اللي بتربي، اللي أنا بربي فيها الأغنام، والزراعة هنا بتعتمد على المياه الجوفية. وبكده نكون انتهينا من الدرس الثاني في الوحدة الثانية، ويا رب نكون استفدنا ونلتقي في الوحدة الثالثة إن شاء الله. وشكراً.